هذا الحديث عظيم الفائدة، لأن فيه قاعدة من القواعد التي تهم المؤمن ولا غنى لمسلم عنها، عن أبي محمد الحسن بن علي، والحسن والحسين معروف أنهما من أبناء علي بن أبي طالب رضي الله عنه، وله أبناء غير الحسن وغير الحسين. والحسن كما قال ابن عثيمين رحمه الله أفضل من الحسين، وكلاهما من خيار أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأنهما أدركا النبي صلى الله عليه وسلم وكانا على الإيمان وماتا رضي الله عنهما على الإيمان. واستدل ابن عثيمين على أن الحسن أفضل من الحسين بحديث النبي صلى الله عليه وسلم: إن ولدي هذا سيد، أو إن ابني هذا سيد يصلح الله به بين طائفتين من المؤمنين، وفي بعض الروايات بين طائفتين عظيمتين من المؤمنين. فالحسن ابن علي رضي الله عنه خير من الحسين، وكلاهما من خيار أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: صبط رسول الله صلى الله عليه وسلم. والصبط ابن البنت، والحفيد ابن الابن. الصبط ابن البنت، والحفيد ابن الابن، ابن الولد. وريحانته، وهذه معروفة، وهذه اللفظة فيها محبة النبي صلى الله عليه وسلم للحسن وللحسين رضي الله عنهما، أي عن الحسن وعن علي رضي الله عنهما. قال: حفظت من رسول الله صلى الله عليه وسلم. حفظ منه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال هذا الحديث، وحفظه منه الحسن رضي الله عنه: دع ما يريبك إلى ما لا يريبك. وبعضهم ينطقها دع ما يريبك بالضم، لكن الأصح دع ما يريبك بالفتح، إلى ما لا يريبك. دع ما يريبك، الريب من التردد والشك، يعني أنك إذا ترددت في الأمر وشككت فيه هل هو خير أم شر، فاتركه إلى الشيء الذي تتيقن من خيره، إلى الشيء الذي تتيقن من خيره. دع ما يريبك إلى ما لا يريبك. أشكي ابن رجب الحنبلي في جامع العلوم والحكم، والعباد في تعليقه وفي شرعه لهذا الحديث أورد كلام ابن حجر ابن رجب أن هذا الحديث له علاقة بحديث النعمان بن بشير رضي الله عنهما السابق، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الحلال بين وإن الحرام شنو بين، وبينهما أمور مشتبهات لا يعلمهن كثير من الناس، فمن اتقى الشبهات هذا دعا، هذا ترك ما يريبه، فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه. لو في حاجة انت شكيت فيها دي خير ولا شر، وهذا الأمر تتركه إلى الشيء الذي لا شك فيه، لا شك في خيره. أنت ما بتتخذ أول شيء شنو؟ بتتخذ خطوات، بتسأل الله تعالى التوفيق، وبتستخير وتستشير، وأمرهم شورى بينهم. طيب، الحديث ده قاعدة عظيمة له علاقة بالعقيدة، وله علاقة بالعبادة، وله علاقة بالمعاملات. له علاقة بالعقيدة، أن الواجب في عقيدة المؤمن أن تبنى على اليقين لا على الريب والشك. أنت دائما العقيدة تبنيها على اليقين لا على الريب والشك. والعقيدة تؤخذ من القرآن ومن السنة، ومما كان عليه أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم من فهم لكتاب الله وفهم لسنة النبي صلى الله عليه وسلم. الدليل على هذا الأمر
قول الله تعالى من سورة الحجرات: إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا. عشان كده العلماء قالوا الكفر بالله تعالى، الكفر الأكبر أقسام، في كفر النفاق يظهر الإيمان ويبطن شنو؟ الكفر، وفي كفر الإعراض يعرض عن دين الله لا يتعلمه ولا يعمل به، وفي كفر الإباء والاستكبار كما قال الله تعالى عن إبليس: إلا إبليس كان من الجن ففسق عن أمر ربي، وفي آية أخرى أبى واستكبر وكان من الكافرين. وفي كفر الشرك، أن تشرك بالله تعالى، هذا نوع من أنواع الكفر. وفي كفر الشك، ده برضو نوع، في أنواع تانية: كفر الجحود وكفر التكذيب إلى آخره. لكن من أنواع الكفر كفر الريب، كفر الشك. أنت مجرد ما تشك في آية من كتاب الله، ولا خبر جاء في القرآن، ولا جاء في السنة الصحيحة، تشك فيه، ده كفر. لأن الله تعالى قال كما سمعنا في الآية السابقة: إنما، وإنما أداة حصر، إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا، لم يرتابوا لم يشكوا. لذلك قال الله تعالى عن المنافقين: فهم في ريبهم يترددون. وقال الله تعالى: يوم يقول المنافقون والمنافقات للذين آمنوا انظرونا نقتبس من نوركم، قيل ارجعوا وراءكم فالتمسوا نورا فضرب بينهم بسور له باب باطنه فيه الرحمة وظاهره من قبله العذاب، ينادونهم ألم نكن معكم قالوا بلى، قالوا بلى ولكنكم فتنتم أنفسكم وتربصتم وارتبتم وغرتكم الأماني حتى جاء أمر الله وغركم بالله الغرور. فأنت الدين ده أصله ما تشك في حكم من أحكام شرع الله تعالى ولا في خبر من الأخبار. قريت القرآن ده، عرفت التفسير الصحيح فيه، تصدق تماما، تؤمن، عشان الله يثبتك بعدين. يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة، ويضل الله الظالمين ويفعل الله ما يشاء. وأهل الصدق في يقين وفي اطمئنان وفي إيمان وفي راحة، وأهل الكذب في ريب وفي تردد إلى آخره. من الأشياء البدعينك على اليقين الصدق، الصدق. أنت لما تصدق مع الله سبحانه وتعالى بيوفقك إنك تكون على الإيمان الصادق والإيمان الصحيح إلى آخره. طيب، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: إن الصدق يهدي إلى البر إلى آخره، الحديث في البخاري ومسلم من رواية ابن مسعود رضي الله عنه. دع ما يريبك إلى ما لا يريبك، واحد. اثنين، في العبادة، فإذا صلى العبد وشك، أصابه ريب، هل صلى ثلاثا أو أربعا، يدع ما لا يريبه إلى يدع ما يريبه إلى ما لا يريبه. أنت صليت وفي أثناء الصلاة بتصلي في الظهر مثلا، صلاة الظهر، شكيت هل أنا صليت ثلاثة ولا أربعة، تبني على اليقين، واليقين الأقل دائما. الرابعة دي ما موضع شك، أنا صليت ولا ما صليت، تبني على اليقين. بعد ذاك تبني على إنك صليت ثلاثة، تجيب رابعة، وبعد ذاك تجيب شنو؟ سجود سهو، سجود سهو. عشان كذا في قاعدة عند الأصوليين والفقهاء من القواعد الأولى التي يبدأ بها طالب العلم، وهي خمس قواعد: منها اليقين لا يزول بالشك، اليقين لا يزول بالشك، اليقين لا يزول إلا بيقين مثله. ومن
ومن أدلة هذه القاعدة هذا الحديث: دع ما يريبك إلى ما لا يريبك. كذلك من فوائد هذا الحديث أن الإنسان إذا رأى رجلا يعلم الناس وارتاب من أمره فإنه يتركه ولا يتعلم منه. قال محمد بن سيرين رحمه الله تعالى: إن هذا العلم دين، فانظروا عمن تأخذون دينكم، فانظروا عمن تأخذون دينكم.